هل قانون التأثيرات الخاصة بالمصريين في الخارج هيتعدل؟ ده سؤال بيتردد النهاردة بعد ما ابتدى مجلس النواب يدرس مشروع لتعديل هذا القانون اللي بيسمح للمصريين اللي بره مصر انهم يشتروا عربيات وينزلوها مصر بتأثيرات كده معينة وخلال مدة زمنية محددة. صلاحية تطبيق هذا القانون اللي هو رقم 161 لسنة 2022 المفروض هتنتهي يوم 14 مارس الجاي، هتنتهي يوم 14 مارس الجاي يعني بعد شهر بالظبط. لكن التعديل المقترح للقانون هيمد فترة تطبيق هذا القانون، والسبب زي ما جه في هذا المشروع إن التطبيق العملي للقانون كشف عن صعوبات كبيرة واجهت كتير من المصريين اللي بيشتغلوا بره مصر اللي ما قدروش يخلصوا الإجراءات المطلوبة منهم حسب نص القانون اللي حدد فترة سنة ونص للموافقة على طلب استيراد العربيات، لأنه في ناس عقود شغلهم بره بتخليهم مضطرين يفضلوا خارج مصر أكتر من سنة، ولأن مثلا في ناس اشتروا عربيات بالقسط وما ينفعش يشحنوها على مصر إلا بعد ما يخلصوا أقساطها. طبعا الفترة الزمنية اللي حددها القانون مش هتتناسب مع ظروفهم، عشان كده مشروع تعديل القانون حاول يحل هذه المشاكل ويقدم تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج. ويعني كان في تعديلات من ضمنها مثلا تعديل مقترح مد الفترة اللي حددها القانون لمدة شهرين كمان، يعني وده يعني هذا المشروع قدمه النائب هشام هلال وكان معاه 60 نائب معاه، يعني أكتر من عشر عدد أعضاء المجلس. دي النسبة اللي بتسمح بطرح هذا المشروع أمام المجلس، عشان كده النهاردة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحال مشروع تعديل قانون تأثيرات المصريين بالخارج للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية. وتقرير هذه اللجنة المشتركة ممكن يكون الخطوة الأولى لإقرار مجلس النواب لهذه التعديلات اللي هتدي فرصة أكبر لكتير من المصريين في الخارج عشان يستفيدوا من هذا القانون. معنا على التليفون النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. من شوية لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وافقت فعلا على مشروع قانون بمد العمل بمنح تيسيرات للمصريين بالخارج، مفروض المدة كانت هتنتهي بعد شهر يوم 14 مارس زي ما أنا قلت. بعد التعديل هل شهرين ولا ممكن يعني يكون عندك أخبار جديدة؟ مساء الخير يا استاذه. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا مجلس النواب اصدر القانون 161 لسنه 22 بشان منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج اللي هي بنطلق عليها مبادره السيارات. نعم. يعني المعفاه من الجمارك. اثناء يعني طبعا كانت مفروض المده مده تسجيلها تنتهي 14 مارس، وكانت الموافقه الافتراضيه مصرح بها لمده سنه، خلال سنه تشتري العربيات. المصريين في الخارج كان لهم مطالبات عديده بمد فتره التسجيل ومد فتره الموافقه الافتراضيه، لان ممكن يعني يشترخ لبعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه. الزميل هشام هلال رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مصر الحديثه و60 نائب من الزملاء تقدموا بتعديلات على فقرتين، على مادتين. الماده اربعه، فقره اولى الخاصه بمد الموافقه الافتراضيه من سنه الى خمس سنوات، والمادة 9 بمد فترة التسجيل من 4 أشهر إلى 6 أشهر، بدل ما كانت تنتهي في 14 مارس تنتهي في 14 مايو. لجنة الخطة والموازنة حلنا معالي المستشار الدكتور حنفي الجبالي مشروع القانون، والنهاردة اجتمعت اللجنة بحضور الوزير المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية والسفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج وممثلي وزارات المالية الجمارك والضرائب والسيد وكيل المحافظ البنك المركزي وعدد من الوزارات المعنية، وتم مناقشة التعديلات. تم الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة بمشروع القانون، وحدث نقاش كثير وعديد. هل يبقى في امتيازات جديدة؟ حصل يعني لا نعم يا فندم، هل ممكن يبقى في امتيازات جديدة يتم منحها للمصريين في الخارج بشأن هذا الموضوع؟
حيث المبدأ تم الموافقة من اللجنة على مد مدة الموافقة الاستيرادية من سنة الخمسة، لا والموافقة على مدة التسجيل من 4 أشهر ل6 أشهر. حصل مناقشات عديدة، كنا تحدثنا عن شهادة المنشأ، شاكة منها المصريين في بالظبط. الخارج ده اللي إن بتكلم أنا عنه. ممكن أكون مقيم في إحدى الدول العربية، ما بستفدش من المبادرات الإعفاء من الجمارك، فبالتالي المصري المقيم في إحدى الدول الموجود معها بروتوكول إعفاء بيستفيد من الإعفاء من الجمارك، في حين أن المصري المقيم في إحدى الدول العربية بيدفع قيمة الوديعة بما يعادل الجمارك والضرائب وخلافه. تحدثنا عن ضرورة المساواة بينهم، طرح بعض الزملاء فكرة دفع نسبة مقطوعة من قيمة السيارة مرة واحدة ولا تكون وديعة، بعض الآخر طرح فكرة أن تكون الوديعة برضه نسبة يعني من قيمة السيارة. كانت هناك يعني مناقشات عديدة، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية تعهد أمام اللجنة إن هو هينقل كل المناقشات دي أمام مجلس الوزراء لمناقشتها مدة الوديعة، ومراعاتها، ممكن تراعى في الجلسة العامة نعم، لمجلس النواب تحصل تعديلات تاني سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية بعد كده لما تصدر من مجلس مدة الوزراء. الوديعة هل حصل فيها نقاش؟ نعم، لا مدة الوديعة ما حصلش فيها نقاش، النقاش كان على المدتين، مدة الموافقة الاستيرادية وعلى مدة تسجيل البيانات من 4 شهور ل6 شهور. أنا عايز أقول لحضرتك يعني النهاردة كان في يعني بيانات من رئيس مصلحة الجمارك ومن السفيرة سهى الجندي عن أوامر الدفع الصادرة يعني اللي سجل على المنصة تخطى حوالي 40,000 مواطن، وفي أوامر دفع صادرة بالفعل تقرب من 12,000 مواطن، وفي تحويلات دخلت بالفعل البنوك المصرية فيما تقارب من 40 مليون دولار. طبعا ده يعني لا يتناسب مع كان ما هو مأمول، بالظبط، لأن عشان كده المبادرة بسأل حضرتك على انه يبقى في مناقشة فيما يتعلق بمدة الوديعة، لانه كان في حواليها جدل كبير بصراحة. يعني لو النهارده حركنا المدة دي ممكن يعني النتائج تختلف. حصل مناقشات يا أستاذة إنجي في كل ما يشكو منه المصريين في الخارج، ولكن حضرتك إحنا بتقول ما عدا مدة الوديعة ما كلمتوش فيها. يا فندم اتكلمنا في فرق بين إحنا نتكلم وبين إحنا نناقش مواد مشروع قانون معروض، فإحنا وافقنا على مشروع القانون المعروض وناقشنا باقي المشاكل سواء نعم، مدة الوديعة سواء دفع نسبة سواء شهادة المنشأ، والوزير علاء فؤاد هينقل ده كل ما تم النقاش عليه لمجلس الوزراء، وسيتم إعادة المناقشة فيه في الجلسة العامة، ربما تحدث تعديلات أخرى سواء من حيث المدة سواء تعديلات جديدة، كل ده هيتم يعني في الجلسة العامة، ولكن النهاردة توافق على التعديلين المقدمين من الزميل هشام هلال والستين عضو. أشكر حضرتك شكرا جزيلا نائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديدة.